أهلا بكم مع طبعة جديدة من سكرتير التحرير تأتيكم من داخل أروقة جريدة المصري اليوم ونستهلها بأهم العناوين. القضاء يدعون الرئيس إلى دار القضاء لإزالة المخاوف. مصادر القضاء رفضوا حضور مؤتمر العدالة قبل زيارة مرسي لهم. ومرسي للعمال سأستكمل ما بدأه جمال عبد الناصر في الستينيات. وطلاب الأزهر يغلقون إدارة الجامعة بسبب التسمم الثاني، والجامعة العربية توافق على اقتراح أوباما بمبادلة أراضي بين إسرائيل وفلسطين، وتسجيلات الإخوان وحماس في قبضة العدالة. أيضا نقرأ في عناوين هذه الطبعة تقرير حكومي: مشروع تنمية القناة يخالف القانون ويتضمن أخطاء فادحة، وصندوق النقد والبنك الدوليان مصر لن تستطيع مواجهة الفقر، والدفاع تعيد أرضا ب 750 مليون جنيه إلى المهندسين، اليوم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور. أيضا من عناوين هذه الطبعة طرح 250 ألف فدان في سيوة وسيناء والواحات للاستثمار الزراعي خلال أيام، والشورى يوافق على قانون الصقوق مع الالتزام بملاحظات الأزهر الشريف. للتعليق على هذه العناوين وغيرها من الملفات معنا في الفقرة الأولى من طبعة اليوم الأستاذ محمد السيد صالح مدير تحرير جريدة المصري اليوم. أهلا بك أستاذ محمد. نبدأ من الخبر والعنوان الأبرز لطبعة اليوم وهو دعوة القضاء للرئيس محمد مرسي لزيارة دار القضاء العالي لإزالة المخاوف. أنت عارف الاجتماع الأخير كان في اجتماعين بين الرئيس مرسي والقضاء، الأول كان المجلس الأعلى للقضاء والثاني رؤساء الهيئات القضائية، وتم التوصل إلى دعوة الرؤساء ورؤساء الهيئات وما إلى ذلك ومجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع في قصر الرئاسة للاتفاق على أجندة مؤتمر العدالة. النهاردة في اجتماع الأندية، أندية الأقاليم والنادي الرئيسي نادي القضاء مع المجلس الأعلى للقضاء، قالوا لا، يعني الراجل المبارك اللي كنا بنشتكي منه كل حاجة كان بيجي عندنا وبمناسبات عديدة. مصادر قالت لنا إن كان في كثير من قضاة الأقاليم ومن رؤساء الأندية تحدثوا عن أنك إذا أردت أن تحترم القضاء فليأتي إليك. لم يذهب في تاريخ مصر كله كان الرئيس هو الذي يذهب إلى القضاء في المناسبات العديدة، حتى المؤتمر الشهير كان بتاع 86 اللي أفرز فيما بعد مؤتمر اللي هو اللي أفرز الصف اللي أنت شايفه من طيار الاستقلال كان بيتم في محكمة النقد. حتى الاستعدادات لي طلبوا في هذا التحدي الخطير وأن يتم الاستعداد وأن يتم عقد المؤتمر خارج قصر الرئاسة. طب هل رشح شيء على الرد الرئاسة على هذه الدعوة؟ حتى الآن لا، يعني التصريحات المتحدث عقب هذا البيان بفترة بسيطة لم يتحدث كثيرا، وأعتقد حتى في ثنايا هذا الموضوع أنه بعد قبيل هذا الاجتماع مباشرة كان هناك تمثيل من عدم الهيئات القضائية التي ذهبت بالفعل إلى قصر الاتحادية المشاركة في الجلسات الأولى، ولكن أعتقد أن الصورة ستتغير. هناك صقور وهناك يعني طيارات متعددة وحمائم في هذا في المجلس الأعلى وفي الهيئات القضائية أيضا. الدستوري أكثر تشددا كما تعلم من بعض الهيئات المحسوبة على ليست نادي القضاء، ليست قضاء المنصة. هناك بعض الطيارات التي تريد أن تهادن ولن تتأثر كثيرا بهذه المواجهة، ولكن أعتقد أن اجتماع اليوم سيكون له تداعيات في إطار التصعيد، وربما نعتقد في هذه الظروف أن يستجيب الرئيس لهذه المسألة. ننتقل لخبر آخر وهو بمناسبة عيد العمال، وخلال زيارة الرئيس محمد مرسي لمجمع الحديد والصلب في حلوان أكد العمال أنه سيستكمل ما بدأه جمال عبد الناصر في حقبة الستينيات. الستينات، بص لو بصيت الخبر عايزك تبصوا له شكلين كمان. احنا منصصين الستينيات. ليه منصصين الستينيات؟ التصريح الشهير للرئيس مرسي عندما قال الستينيات وما أدراك ما الستينيات، عندما ذهب الرئيس اليوم الى مجمع الحديد والحديد والصلب الذي بناه وشهده عبد الناصر وبرعايه عزيز الصدق وما ذلك رئيس الوزراء انذاك، تحدث عن هذه النهضه التي وتحدث عن استكمال ما بداه جمال عبد الناصر، وهو انا شايف ان حاجه ايجابيه. حتى يعني الناس بتتحدث عن
بتتغطي كلام الرئيس مرسي شكليا وهذه الإفيهات وما إلى ذلك، ولكن التصريحات النهاردة فيها الشكلين، فيها الحاجات الشكلية التي حدثتك عنها الآن، الستينات وما أدراك الستينات وما إلى ذلك، الحديث عن عبد الناصر بشكل جيد، وهو ما يتناقض مع كلامه السابق، هذا شكلية، وهذا أما وهو ما في الواقع في داخل العدد هو معلق عليه كثير من السياسيين والناصريين في العدد اليوم، ممكن أنت في الفقرات القادمة أن تتحدث عنه. أما ما أتحدث عنه موضوعيا أنه تعهد بعدم الإبقاء على القطاع العام، أنه لن يخرج أي عامل الى الى الى, 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 الى لن يفقد عامل وظيفته المقبله ولا يشرد ولا ذلك. هذه عدد من التعهدات الموضوعيه لابد ان نبلورها ونبرزها لكي يكون تعهد ونذكر الرئيس بها ان فعل غير ذلك كلام. على العموم يعني مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع سيكون مع الزميل محمد عزوز في الفقرات القادمه. ننتقل لخبر اخر في الصفحه الثالثه استاذ محمد، هو تقرير حكومي مشروع تنميه القناه يخالف القانون ويتضمن اخطاء فادحه. والله شوفت تنمية القناة يعني هيبقى كل ما تقرب من تنفيذه هيبقى فيه جدل، واعتقد هو جدل صحي. الجدل بدأ بالاستقالة التي لم يكن يعلم عنها احد للدكتور عصام شرف، وكان مسؤول عن هذا الملف بالفعل، وهو كان اكثر المروجين، ولمن لا يعلم الدكتور عصام شرف لديه ملفات لهذا الموضوع وهذا الملف قبيل حتى الثورة وما الى ذلك. طيب. واعتقد ان لديه كان من الـ 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 المستثمرين العرب الذين سيدعمونه. طب ايه اسباب استقالة الدكتور عصام؟ اعتقد ان الدكتور عصام شرف راى الاكثر المشروع يذهب في اتجاه عاصمة بعينها، الامر الاخر وان الاخوان اخطأوا. الشيء الرئيسي ان صياغة القانون المحرك والحاكم للمشروع لم يكن على قدر ومستوى. طب ايه اهم الاخطاء التي تم رصدها في هذا القانون؟ اعتقد انا يعني احترم كثيرا المركز الوطني لاستخدام اراضي الدوله، الدكتور الشوادفي اللي هو الشوادفي لديه باع طويل في هذا القانون، يتحدث عن وجود تداخل بين السلطات، تداخل هو تحدث عن اداره الهيئه، تحدث عن تداخل للمحافظين ومع بعض الوزارات السياديه، واقترح والجميل في هذا التقرير انه لم يتحدث عن مجرد ملاحظات او انتقادات، ولكن صعدها وكتبها في ملاحظات وتعديلات ووجهها الى المختصين وخاصه رئيس الوزراء والوزير الاسكان بصفته الوزير المسؤول عن هذا المشروع. ايضا في هذا الخبر عن وزير الاسكان تحدث عن الترويج للمشروع ل 13 مايو ولا تمنع من تعديل بعض المواد، وهذا شيء ايجابي عندما يتحدث عصام شرف ثم يتحدث المؤتمر في مصر كده بالفعل وكل هذه ولا تمنع من تعديل بعض المواد، وهذا شيء ايجابي عندما يتحدث عصام شرف ثم يتحدث المؤتمر في مصر كده بالفعل وكل هذه الاجراءات اعتقد وزاره الاسكان عليها تراجع نفسها وتصحح قبيل هذه الاسابيع من لان المشروع تم تسريبه لدي ملاحظات كثيره ويحتاج الى تصحيح قبيل هذا التاريخ. نتقر اخر هو ربما خبر اقتصادي وهو صندوق النقد والبنك الدوليان اسلمت مواجهه الفقر ونصح بالغاء الدعم والقاهره قد ابعد فقط من اجمالي 8 اهداف. هذا الخبر في الايام العاديه لو لزحمه الاخبار كنت تحدثا قبل الهواء عن جمله الاخبار الساخنه هذا اليوم، اعتقد في يوم طبيعي غير اليوم كان هذا منشط الصحف، واعتقد انه سيكون منشط في صحف بعض الصحف غدا، خاصة وأنه كان مؤتمر صحفي في نظمه ندوة عقدها نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذين تحدثوا باسم الصندوق النقد والبنك الدولي هم مسؤولان رفيع المستوى، وبالتالي مصر لن تستطيع مواجهة الفقر. هو يتحدث عن إنجازات الحكومة الحالية إذا كان لها إنجازات على حد قوله، أو ما قبل الثورة عن مواجهة التداعيات الأزمات الاقتصادية وما إلى ذلك، ولكن عندما تحدث هذه وصل إلى مرحلة الفقر قال مصر لن تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك بين يعني تحقيق نتائج إيجابية وإلغاء الدعم. إلغاء نعم، هو يتحدث عن الصندوق النقد تحدث عن 8 شروط يعني 8 شروط مصر حققت 4، إذا حققت 4 فسيكون هناك كارثة. هو يتحدث عن صعوبات في إمكانية مصر تحقيق هذه الصعوبات، ولكن عنوان شديد مصر لن تستطيع مواجهة الفقر، هذا الكل يتحدث عن هذا العنوان. والله احنا بقى لنا سنتين بنسمع هذا الكلام والأمور تسير. عندما تجازي المرة من صندوق النقد وقبيل
الضغط لإقرار كل هذه البنود أعتقد أنه خبر لابد أن متابعته ولابد أن يتابع من أكيد. أن يتابع من الحكومة بالتحديد. نبدأ ننتقل لخبر آخر، الدفاع تعيد أرضا ب 750 مليون جنيه إلى المهندسين. والله هذا الخبر يعني عندما تحدثنا في فصل التحرير اليوم عن أهميته فأعتقد أنه لم يمر عليك ولا علي ولا على أي صحفي مثل هذا الخبر منذ 30 عاما على الأقل، وأعتقد أن شيء إيجابي لابد أن نبرزه ولابد أن ندعمه أكثر. في فترة من الفترات كان هناك نوع من لا أريد أن أتحدث بلفظ عنيف، ولكن هناك بعض الأراضي التي تم مصادرتها لصالح الدفاع، لصالح وزارة الدفاع، وأعتقد أن عائلات كثيرة وناس كثيرين فقدوا أراضيهم في مناطق حساسة بدعوى الدفاع إلى ذلك. أعتقد أن الأمور يجب تصحيحها، مفهوم الدفاع واضح للجميع، الأمن القومي واضح، لن يجادل أحد في مساحة أرض يعني 30,000 متر مربع يعني. بالفعل، ولكن عندما يكون حق لمصلحة أو جهة حكومية أو غير حكومية أو ناس عاديين أرض ويتم مصادرتها، عليهم على وزارة الدفاع أن تعيدها وذلك للصالح العام. أعتقد أن هذا خبر رئيسي، وأعتقد أن هناك كثير من الشكاوى من مواطنين ومن هيئات خاصة وعامة تمت مصادرة أراضيهم في فترات سابقة، وأعتقد أن هذا اتجاه حميد. طب ننتقل لخبر أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون يعني أكثر أهمية، اليوم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى الأجور. والله نتمنى أن تفصيل أكثر، هو الجملة الوحيدة التي قالها الدكتور مرسي حجازي كانت في هذا الخبر، وثم تحدث عن صندوق النقد وتحدث عن قضايا أخرى، وبالتالي هذا هو المضمون الوحيد لما قاله. أعتقد أن سيكون له تداعيات كثيرة الأيام المقبلة. أنت تعرف أن التطبيق الحد الأدنى والأقصى ب 35 مثلا هو على كل موظف حصل على دخل يزيد على الحد الأقصى بواقع 35 مثل الحد الأدنى، أكيد طبعا هو بيتكلم يعمل بها أن يعيد أكيد. طب ده بينطبق على الموظف الحكومة ولا موظف الحكومة فقط؟ وأعتقد أنه متوازن على الناس أيضا، وعليك أيضا وعلي أن يتحدث عن إقرار ضرائب الدخل وما إلى ذلك مقترنة في أسبوع واحد مقترنة ببعضها لحد كبير. طبعا عنوان آخر أستاذ محمد، طرح 250 ألف فدان في سيوة وسيناء والواحات للاستثمار الزراعي خلال أيام. والله رغم هذا الخبر، الخبر تم تداوله أكثر من مرة، ولكن أعتقد أنه خلال الأيام أردنا أن نحدد خلال الأيام، يعني نتحدث عن أسبوع أسبوعين نتمنى ذلك ويكون هناك طرح طبيعي، ولكن لدي ملاحظة وحيدة أن بعض الأماكن الواردة في هذا التقرير لا يوجد فيها أراضي كثيرة مثل سيوة إلى ذلك، وإذا تم الاستثمار فيها زيادة أو في القطارة كما يقال كما ورد في الخبر، فإنها سيكون على حساب فوائد أخرى وخصوصا فوائد بيئية، أو لأن هذه المناطق محميات طبيعية وما إلى ذلك. طب في عجالة يا أستاذ محمد، عودة 190 ألف طن إجمالي توريدة القمح. والله أعتقد هذا الكلام كثير من قيادات الحرية والعدالة يا إخواننا تحدثون لماذا لا تتحدثون هذه السنة على إنتاج القمح وزيادته وما إلى ذلك. نحن نبر هذا ونشيد بالوزير ونشيد أيضا بالكمية الطفرة الإنتاجية قياسا بالعام المقبل، ونتمنى زيادتها لصالح الأمن القومي. نتمنى ذلك. شكرا لك أستاذ محمد سيد صالح، مدير تحرير جريدة المصر اليوم، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نعود بعده لمطالعة عناوين الفقرة الثانية من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا. الأستاذ محمد عزوز رئيس قسم الأخبار في جريدة المصري اليوم، أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعنا أيضا الأستاذ أحمد البحيري نائب رئيس قسم الأخبار في جريدة المصري اليوم، أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ أحمد من قضية الأزهر، يعني ثانيها تونة فاسدة، طلاب الأزهر يغلقون المدينة الجامعية بالجنازير احتجاجا على التسمم الثاني، يا ريت أحدث التفاصيل في هذا الموضوع. هو طبعا اللي حصل في الأزهر ده يعني شيء لم يكن متوقع، خاصة ان يعني ما فاتش 3 أسابيع أو 4 أسابيع بالكثير على حادث التسمم الأول.
وطبعا تم اتخاذ التدابير لعدم تكرار هذا الحادث مره ثانيه اللي هو التسمم. فبعد كده فوجئنا بحدوث تسمم ثاني في المدينه الجامعيه رغم اتخاذ هذه التدابير. طبعا الطلاب تسمموا حوالي 160 طالب في المره دي. طبعا المره الاولى كانوا 600 طالب تقريبا، حوالي 600 طالب. فالمستشفى الجامعي مستشفى الزهراء اكدت ان الطلاب كانوا تناولوا حواوشي من الخارج وطعميه ومأكولات من خارج، يعني 169 المدينه الجامعيه. ولكن في برضك في يعني متهم برضك يعني قالوا ممكن يكون مشتبه في 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 ان يكون التونه سبب، لان في طلبه برضك كانوا واكلين تونه واكلين اكل المدينه بس الجامعيه. بس يعني ايضا يعني المسؤول عن يعني الاغذيه في المدينه الجامعيه قال ان اكثر من 13000 تناولوا هذه الوجبه. هو قال ان هم 14000 هم عدد طلاب المدينه الجامعيه 14000. فطبعا يعني كل شيء وارد، ممكن تكون في حاجات معينه مثلا فاسده او نسب معينه او حاجه من الخارج كلوها. طبعا النيابه دلوقتي بتحقق في الموضوع، وتم النهارده احاله 10 مسؤولين من المدينة الجامعية اللي هم في التسمم الأول مش التسمم الثاني، تم حالتهم لمحكمة الجنة. النيابة هنا تقرر تحليل بقايا الأطعمة ومصابون يتهمون التونة. أعراض التسمم ظهرت عقب تناول الطلاب وجبة أرز بالفاصوليا. أيوه، هو الرز طبعا، وكان في المستشفى برضك في طلبة كانوا حواوشي بره وفي مأكولات جابوها من خارج الجامعة. فطبعا يعني احدث حاجه حاليا كان شيخ الازهر عمل اجتماع مع اتحاد طلاب الجامعه، التقى بيهم وقرر تشكيل لجنه تقوم بالاشراف على التغذيه في المدينه الجامعيه، وان اللجنه ديت بتضم الدكتور ابراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعه، ده رئيس للجنه، وبتضم في عضويتها عمداء من كليات الطب والزراعه والهندسه والتجارة والدراسات الإسلامية، وممثل للطلاب وممثل من الطالبات. نبقى في نفس الإطار يعني هنا فضل. يعني ردا على حادثة التسمم الثاني، القوى الإسلامية تطالب بانتخاب رئيس لجامعة الأزهر. هو طبعا ده قرار يعني تحصيل حاصل، لأن هو في فعلا المجلس الأعلى الأزهر متخذ قرارا بأنه يتم انتخاب، لكن ما حددش الميعاد. هو حاليا بيتم وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها انتخاب رئيس جامعة الأزهر الجديد. فلحين ما يتم وضع هذه الضوابط والمعايير سيتم البدء في فتح باب الترشيح، ثم بعد ذلك تبدأ عملية الانتخاب. طب فتح باب الترشيح ينقلنا إلى خبر آخر، مفتي الإخوان سأترشح للمنصب إذا فتح الباب، في الصفحة الخامسة أيضا. هو الدكتور عبد الرحمن البر وطبعا باعتباره عميد في احدى كليات الجامعه، فهو من حقه انه يترشح، خاصه ان هي المعايير هتكون مقصوره على يعني لحد دلوقتي هيكون مثلا من حق العمداء ان هم يترشحوا، ده المعيار اللي هو تم التوصل ليه في اختيار رئيس الجامعه الجديد. لكن الاوضاع في حاليا في يعني في جامعه الازهر في المدينه الجامعيه، هل الاوضاع يعني هدات ولا ما زال يعني التوتر موجود؟ هو حاليا بعد لقاء الطلاب مع الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر يعني طمأنهم وقال لهم انه لا يمكن ان يحدث تهاون مطلقا في حياه طالب الازهر، ولا نتهاون وسنعاقب المقصرين والمسؤولين عن حالات التسمم. هذا كان هناك اتصال بين الرئيس مرسي ورئيس اتحاد الطلاب. ايوه، اجرى اتصال بيهم للاطمئنان عليهم، وزارهم النهارده الدكتور عماد عبد الغفور في مستشفى الزهراء ومستشار الرئيس للاطمئنان على حالتهم، واكد لهم انه سيتم التحقيق مع المسؤولين، وانه طبعا لا يؤيد موضوع اقاله الشيخ الازهر بسبب هذا الحادث يعني. طب ننتقل للاستاذ محمد عزوز، وبمناسبه عيد العمال كانت هناك احتجاجات للعمال قطعت الطرق في الغربية والدقهلية ودمياط والشرقية، ده في الصفحة السادسة. بالفعل النهاردة وصلت موجة الاحتجاجات العمالية اللي بتشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة والتي تصاعدت تحديدا من بعد ثورة يناير. النهاردة العمال بيواصلوا قطع الطرق والميادين الرئيسية، فعندنا عمال وبريات سمنود قاموا بقطع طريق السكة الحديد اللي هو المقابل للشركة، وكان السبب في كده ان هم العمال بيطالبوا بزيادة الحوافز وبيطالبوا بزيادة الأرباح.
وطبعا لأسباب عديدة منها عدم استجابة الشركة وعدم تدخل المسؤولين لحل هذه الأزمة، فلم يجد العمال طريقهم سوى أن هم يفترشوا طريق السكة الحديد ويقطعوا جميع الخطوط المؤدية إلى المنصورة والمحلة وطنطا. طب ننتقل لملف آخر مرتبط بالعمال أيضا أستاذ محمد، في الصفحة الثامنة قضايا العمال، محلك سر شبح والإغلاق يطارد المصانع والتسريح يهدد العمال. ده رغم ان الرئيس مرسي اكد النهارده انه لن يشرد عامل في عهد الرئيس مرسي. هو الرئيس مرسي النهارده بيتحدث فعلا ان هو لن يشرد عامل في عهد الرئيس مرسي، ولكن يعني مش عايزين نقول ان دائما ما تاتي الرئيس تصريحات الرئيس مرسي على خلاف الواقع. النهارده المصري اليوم على مدى العامين الماضيين قامت برصد اوضاع العمال داخل. طيب هو ماسك بقاله 8 شهور بس، ملوش دعوه بالعمال. هو ماسك بقاله 9 شهور بس، ما زالت الانتهاكات العماليه اللي موجوده في عهد النظام السابق ما زالت بتمارس حتى اليوم. واكبر دليل زي ما قلت لحضرتك، خلينا في الاحصائيات الموجوده في هذا التحقيق استاذ محمد، يعني نعطي يعني المشاهد يعني والله ما يعني احصائيات، يعني هنا 4500 مصنع تغلق ابوابها وتشريد 350 الف عامل خلال عامين، والإفلاس يهدد 74 منطقة صناعية. بالفعل المصري اليوم من خلال التقارير اللي بتطلقها المنظمات الحقوقية مع بجانب الرصد اللي قامت به المصري اليوم للمواقع العمالية، بالفعل تيقنت ان في عدد كبير جدا من المصانع تأثر بعد ثورة 25 يناير، وان في 4500 مصنع بالفعل اغلقت ابوابها خلال السنتين اللي فاتوا، وان في 350 الف عامل تم تشريدهم. وحتى مثلا على سبيل المثال ففي منطقة المحله في 43 مصنع تم اغلاقهم. غزل ونسيج طبعا. غزل ونسيج معظم الشركات المتاثره هي شركات الغزل والنسيج، لانها الاكثر تدهورا، علاوه على انها هي كانت الاكثر للشركات اللي تم اهمالها في عهد النظام السابق، وهي بالفعل. طب نشوف يعني كيف يرد وزير القوى العامله دكتور خالد الازهري، يقول العمال سيشعرون بالنهضه ومحدش سيبنا نشتغل. والله هو ده الرد المنطقي اللي قاله هنا وزير خالد الازهري، وهو وزير اكوان، وهو اول وزير اكوان يتولى وزاره القوى العامله، وهي بالفعل وزاره ثقيله. هو بيقول ان العمال بالفعل هيشعروا بالنهضه، ولكن مع بدايه الانتاج. وبيقول ان العمال في عهد الرئيس مرسي بالفعل هيشهدوا مزيد من المزايا وهيتحقق لهم مزيد من المكتسبات. ولكن هو بيقول ان عشان ده يتحقق لابد ان القوى السياسيه تترك النظام ان هو يعمل. طب هنا يعني يتحدث ان يشتغل. يعني وضع العمال في الدستور الافضل عالميا، واتحدى من يروجون لعكس ذلك. يا ريت تذكرنا بايه وضع العمال في ده والله وضع العمال احنا النهارده في المصري اليوم ما يميز هذا الملف ان احنا عاملين ثلاث حوارات. الثلاث حوارات بالفعل بيرصدوا الوضع العمالي وبيرصدوا حاله التراشق اللي موجود على الساحه العماليه. الحوار الاول طبعا مع الوزير خالد الازهري، الحوار الثاني مع القيادي النقابي البارز كمال ابو غيطه. والحوار الثالث مع الاستاذ عبد الفتاح خطاب، وهو الامين العام لاتحاد نقابات عمال مصر. الثلاث حوارات بيرصدوا فيما يتعلق تحديدا بقى بوضع العمال في الدستور. زي ما قال النقابي كمال ابو غيطه، بيقول ان دستور الاخوان قنن سرقه العمال، وان عيش عبد الهادي افضل من وزيرهم. وهو هنا بنرصد فيه السلبيات اللي موجودة في الدستور من وجهة نظر النقابيين، وهم بيقولوا ان يكفي ان العمال تم سلب اهم سلبية ليهم، اهم مكتسب ليهم من ايام عبد الناصر، وهي نسبة 50% عمال وفلاحين. هم العمال شايفين ان ده مكسب وحق طبيعي ليهم. يعني ما زالت بقية في الدستور وضحت الصورة، هي بقية لحين اجراء انتخابات المقبلة فقط. علاوة على كده هم برضو شايفين ان فكرة وضع الانتاج بالعمل برضو دي مش في صالح العمال. لكن الوزير خالد الازهري بيؤكد ان بالفعل ان القوى السياسيه وحاله التراشق الموجوده وحاله الاعتصامات حتى اللي موجوده على الساحه السياسيه مش بتعرقل النظام، وان حتى كل الافكار اللي موجوده على الساحه من اعتصامات واضرابات هو شايف انها سببها سياسي اكتر من وضحت انها الصوره. الاستاذ محمد عزوز مطلبية. وضحت الصوره استاذ محمد عزوز رئيس قسم الاخبار في جريدة المصري اليوم، شكرا جزيلا لك. شاكر جدا لحضرتك. وأيضا شكرا أستاذ أحمد البحيري نائب رئيس قسم الأخبار في جريدة المصري اليوم، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نعود بعده لمطالعة عناوين الفقرة الأخيرة من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا.
الأخبار في جريدة المصري اليوم. أهلا بك أستاذ خليفة. ومعنا أيضا الأستاذ شريف عارف سكرتير تحرير جريدة المصري اليوم. أهلا بك أستاذ شريف. أهلا بك. شريف أبدأ معك من الصفحة السابعة وإحالة بلاغ المصري اليوم للتحقيق في مكالمات الإخوان وحماس إلى أمن الدولة. يعني أهم تفاصيل هذا الخبر. هو البلاغ الذي قدمته جريدة المصري اليوم إلى النائب العام حول وجود خمس مكالمات سرية حصلت عليها بين قادة من حماس وجماعة الإخوان المسلمين في الأيام الأولى أو الأيام التي سبقت الثورة والأيام الأولى للثورة، قدمتها إلى النائب العام. النائب العام أحالها اليوم إلى نيابة أمن الدولة العليا. حقيقة أنا أعتبر أنها نصرا للمصر اليوم، نصرا للمصر اليوم لأنها فضلت المهنية أولا، لأننا في حالة عدم عرض هذه المعلومات نكون قد خن المهنة، لأنها هي معلومات وردت إلينا ومن حقنا أن نقدمها إلى رأي العام. ولذلك احنا نطلب جهات التحقيق أن تفتح تحقيق في هذه المكالمات، ولها أن تصل إلى نتيجة أو لا تصل إلى النتيجة أو تكذب أو تؤيد. فإذن طب إيه الجديد؟ يعني من بداية الثورة يقال أن ربما كانت هناك تدخلات خارجية، يعني أعتقد أن هناك يعني كثيرين متربصين. طيب يعني هو هل هنا يعني أتعيب على الإخوان أم تعيب على خلل في الجهات الأمنية؟ لا أنا لا أعيب على أحد ولا سواء الإخوان أو الجهات الأمنية، ولكن دعنا نتحدث عن حقيقتين أساسيتين، وهما أن حماس هي جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وبالتالي إجراء اتصالات بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين هو أمر طبيعي جدا. صحيح. والتعاون والتشاور بينهم إلى أبعد الحدود لأنهم جزء من كيان واحد. ثانيا هناك حالة لدى الرأي العام أن هناك كانت تتم تنفيذ عمليات اقتحام السجون بأسلوب واحد وبنفس الطريقة وفي توقيت واحد. خد بال حضرتك، هذا أدى في النهاية إخفاء المعلومات إلى خروج معظم المتهمين في القضايا فيما سمي شعبيا بالبراءة للجميع، خروجهم من هذه الاتهامات. نحن أمام قضية هامة. أولا دعنا أن نكتب تاريخ الثورة من أول وجديد، نضع كل من أجرم في حق هذا البلد في السجون، يعني نبحث يعني المهم. يعني هذه المعلومات انتوا يعني قدمتوها في بلاغ الى النائب العام؟ هو قدمها للاستاذ نجاد البرعي المستشار القانوني المحامي طبعا المعروف والناشط السياسي والمستشار القانوني المصري اليوم، قدمها الى النائب العام نيابه عن وكيلا عن الاستاذ ياسر رزق رئيس التحرير والاستاذ يوسف البدر رئيس قسم الحوادث. يتضمن البلاغ ان هذا يمثل تهديدا للأمن العام المصري وفقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية. طب هنا يرد يعني في هذا الصدد الشرطة والشعب سنقدم بلاغا يتهم اللواء منصور العيسوي بالتستر على معلومات اقتحام السجون. اللواء منصور العيسوي تحدث في عدد اليوم إلى المصري اليوم عن وجود عمليات اقتحامات وكانت مدبرة، وهناك ما كانش موجود في الوزارة أيامها. يعني بحكم طبعه كخبير امني يعني او اطلع عليها فيما بعد، يعني هذا على عهدة اللواء منصور العسوي. ولكن يعني اعتقد اننا في الفترة المقبلة ربما نشهد مزيدا من المفاجآت. يعني انا اتعجب من بعض فيما يسمى اللجان الالكترونية التي تتحدث او تستبق الاحداث. نحن تعاملنا معها بكل حيادية وقدمنا البلاغ إلى الجهات القيادية إلى الجهات القضائية، وعليها هي أن تحدد إذا كانت هذه الوقائع. أنتبهت في الأمر وخاصة فيما يتعلق بالخمس مكالمات السرية. ننتقل للأستاذ جبلة. العرب يوافقون على مبادلة الأراضي بين فلسطين وإسرائيل. بن جاسم، أي اتفاق يجب أن يرتكز على حل الدولتين وفتح حماس تنازل مجاني؟ بالفعل يعني بداية نريد أن نوضح أن هناك وفدا وزاريا عربيا توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل لعملية السلام المجمدة منذ فترة طويلة.
هذا الوفد العربي خلال لقاءاته مع وزير الخارجية الأمريكي ومع المسؤولين الأمريكيين الآخرين وافق على اقتراح كان تقدم به الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل ذلك. هذا الاقتراح يقوم على أن يتم مبادلة الأراضي بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني خلال يعني إتمام عملية السلام حينما يتم استئناف هذه العملية. لكي يعني نوضح يعني ده يعني وفقا للقرارات الدولية يعني 242 و339 يعني ده بنص على هذا الكلام يعني هو الأرض مقابل السلام يعني ما الجديد في لا 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 هناك جديد هناك جديد لا هو الأرض مقابل السلام أو مبادرة السلام العربية تقوم على أن يتم يعني إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 67 ولكن هناك إشكالية والعودة لحدود الربع من يونيو أيضا بالضبط 67 ولكن هناك إشكالية هذه الإشكالية أن هناك مستوطنات إسرائيلية داخل الضفة الغربية التي من المفترض أن تكون داخل الدولة الفلسطينية التي سوف يتم إنشائها يعني جاء هذا الاقتراح الأمريكي حتى يتم حل هذه الأزمة أن لا تتخلى يعني إسرائيل عن كل هذه المستوطنات ولكن في الحقيقة هناك مخاوف كبيرة جدا يعني وفق هذه المبادرة سيتم التنازل عن الأراضي التي تقام عليها مستوطنات إسرائيلية لا تنازل ليس التنازل ولكن تبادل يعني أن يتم إسرائيل تتنازل عن أراضي خارج هذه المناطق يعني من التي من المفترض أن تكون داخل الدولة الإسرائيلية بعد عملية الفصل بين الدولتين وأن يعني تستمر إسرائيل في هذه الأماكن ولكن هناك إشكالية يعني قد تستولي إسرائيل على جزء كبير جدا من الضفة الغربية وبالتالي تفشل يعني محاولة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وبالتالي هناك محاذير فلسطينية في هذا الجانب يعني أن يتم حتى لو 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 يعني تم هذا الإجراء أولا الجانب الفلسطيني يعني نتنياهو يدعو لاستفتاء الشعب واشنطن دولتان تعيشان في سلام يعني هو الجانب الإسرائيلي يوافق على هذا المقترح لأنه يجد أنه يعني ربما يستثمره بشكل أو بآخر يستثمره من خلال مواقف يعني يجدها الجانب الفلسطيني مخاوف ما هي أن ربما أن تطالب إسرائيل بالاستيلاء على جزء كبير من أراضي القدس الشرقية التي من المفترض أن تكون ضمن الدولة الفلسطينية المقبلة يعني الجانب الآخر يعني إسرائيل في الأساس لم تقدم أي تنازلات مقابل أن يعني يتنازل أو يوافق العرب حصلت على هذا بالفعل هي حصلت على مكاسب وأتصور أن يعني هذا الإجراء هو في إطار محاولات إسرائيل لي يعني أنها تطول فترة هذه المفاوضات في الوقت الذي تسعى يعني فيه إسرائيل بشكل حثيث إلى الاستيلاء على أكبر قدر من الضفة الغربية من خلال المستوطنات يعني كان من المفترض بداية أن توقف إسرائيل إنشاء المستوطنات وبعد ذلك يعني يوافق العرب أو يقدموا تنازلات. وضحت الصورة الأستاذ خليفة جبالله نائب رئيس قسم الأخبار في جريدة المصري اليوم شكرا جزيلا لك وأيضا شكرا للأستاذ شريف عارف سكرتير تحرير جريدة المصري اليوم شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل لنهاية طبعة اليوم من سكرتير التحرير فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما بقى في سوق للبلطجه في سوق للكحول فين الكحول دوت فين الكحول فين وما حدش عارف فين مين صباح ولا فين ممكن تكون ميته ممكن تكون في الصعيد ممكن تكون موجوده وما حدش عارف هي مين لما انت عارف ان هو غلط ما بتروحش